النهارده في تاني جلسه من جلسات السنه الجديده 2015. السمه الواضحه جدا في الجلسه النهارده وجلسه امبارح هي ضعف التداولات او حجم التداول. شايفين النهارده ان حجم التداول تقريبا 300 مليون، ده يعتبر حجم تداول ضعيف جدا. النهارده الاجانب متجهه للبيع، الى ان المصريين والعرب والمؤسسات بتتباين، لكن المصريين والعرب بيتجهوا للشراء النهارده. المؤشر اكس 30 هو المؤشر الرئيسي طالع قرابه او اقل من 1%، وصل لنقطه 9025. حجم التداول الضعيف لاسبابه هو ان احنا في نقطه حرجه، تعتبر نقطه 9000. في بعض المحللين اللي شايفين دي نقطه يحصل منها جني ارباح ويحصل منها انخفاض تاني، في بعض المحللين شايفين ان احنا اذا اقترحناها هنكمل ارتفاع ل 10000 او 9500. طبعا النقطتين دول حامل السهم بيبقى متوقف عن البيع علشان متخوف ان هو يبيع والاسعار تطلع، وحامل اللي معاه فلوس متخوف ان هو يشتري اسعار تنزل تاني، وبالتالي ففي احجام عن الشغل او في ترقب بالنسبه للمستثمر المشتري والبياع لغايه ما يشوفوا الاتجاه هيتفق على الفلوس او لا.